اقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. الحقيقة أنا عندي أسبوعين أجازة ونفسي أزور بلد جميلة وجوها كويس أعرف فيها عن نفسي وأزور مناطق سياحية جميلة، وعايزك تدليني على بلد سياحي من الطراز الأول. طبعا مصر، مصر بتعتبر من أهم الدول السياحية في العالم كله، فيها مقومات السياحة الطبيعية والبشرية. تقصدي إيه بالمقومات الطبيعية؟ أقصد الموقع والمناخ ونهر النيل والبيئة. طيب كلميني عنهم. أول حاجة الموقع الجغرافي، مصر بتتوسط العالم وموقعها قريب من الدول اللي بيجي منها السياح، وده بيقلل التكلفة بالنسبة ليهم، وكمان سواحلها كتيرة، في سواحل على البحر الأحمر والمتوسط وخليج العقبة والسويس، وده بيجذب كتير من سياح الشواطئ، وسواحل الشعاب المرجانية عامل جذب كبير جدا للسياح. وجوها عامل ايه؟ جوها هو في أحلى من جوها؟ جوها معتدل جدا في كل الفصول، ودي من أهم المميزات اللي بتخلي السياح يزوروها، خصوصا في فصل الربيع والخريف اللي بيمثلوا السنة السياحية في مصر. أنا عارف إن فيها نهر النيل. طبعا دي مصر هبة النيل، وفي كمان جزر بتجذب السياح ليها، وخصوصا جزر أسوان، وكمان النيل بيعتبر في مصر من أهم وسائل النقل اللي بيستمتع بيها السياح بالرحلات النيلية. ومناظرها الطبيعية؟ مناظرها الطبيعية خلابة جدا وفيها تضاريس متنوعة بتخلي السياح يجولها من كل دول العالم وبيعملوا فيها رحلات السفاري، وكمان فيها واحات وعيون مائية بيستخدموها في السياحة العلاجية. طيب وإيه هي المقومات البشرية؟ أما بقى عن المقومات البشرية فالنقل فيها سهل جدا، وفيها شبكة من الطرق البرية اللي بتسهل للسياح إن هم يتحركوا في مصر بسهولة، وكمان النقل الجوي وسيلة مهمة جدا بتنقل حوالي 7% من السياح لمصر من خلال خطوط الطيران، ده بالإضافة للنقل البحري اللي بيخدم الدول العربية عن طريق مواني البحر الأحمر. والتراث الحضاري في مصر متنوع جدا، من أول الحضارة الفرعونية لغاية اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهترتاح في مصر جدا لأن فيها تسهيلات سياحية كتيرة بتخدم السياحة في مصر، هتلاقي فيها فنادق ومطاعم وقرى سياحية وكوادر فنية متدربة بكليات ومعاهد متخصصة. ومصر كمان بتتميز بتنوع اجتماعي كبير، فيها الحضر والريف والبدو، كل مجتمع منهم ليه عاداته وتقاليده وثقافات مختلفة عن التاني، والاختلاف ده بيجذب السياح جدا. كلميني بقى عن المناطق السياحية اللي هزورها في مصر. طبعا هكلمك عنها، احنا بنعمل للسياح بتوعنا برنامج شامل بنزور فيه المناطق كلها. اول حاجة الساحل الشمالي، الساحل الشمالي بيمتد من الاسكندرية لغاية السلوم، من اهم المناطق اللي في الساحل الشمالي العالمين وسيدي عبد الرحمن ومرسى مطروح، بعدين هنروح سينا. سينا بتتنوع البيئة فيها لساحلية وجبلية وصحراوية، المناخ دافي والشمس مشرقة، وبتمتد فيها الشعاب المرجانية في شرم الشيخ كمنطقة جاذبة جدا للسكان، وكمان في سينا آثار قديمة زي دير سانت كاترين. بعدين هنروح القاهرة الكبرى، فيها أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والأزهر الشريف والكنيسة المعلقة، ده بالإضافة للوجه القبلي اللي مليان بالآثار الفرعونية والإسلامية، ومن أهمها مع المعابد زي معبد أبو سمبل ومعبد الأقصر ومعبد فيلة ومعبد حتشبسوت، وكمان في الفيوم آثار ميدوم وعين السلين. أما بقى عن ساحل البحر الأحمر فده حكاية كبيرة، مياته صافية وزرقة وشعابه المرجانية بتمتد بامتداد الساحل، سهوله رملية وخصوصا بيمارسوا فيه السياحة البيئية. فاضل بقى الصحراء الغربية، ودي فيها عيون مائية كبريتية وعيون معدنية، وكمان فيها آثار زي معبد هيبس بالخارجة ومقابر شنجي بالداخلة، وفي الصحراء مناطق متميزة جدا بتجذب السياح المهتمين بسياحة السفاري. على كده أنواع السياحة في مصر كتيرة. طبعا في مصر 6 أنواع للسياحة،
أولها السياحة الترفيهية. أمال أنت رايح ليه؟ مش عشان ترفه عن نفسك وتستمتع بالطبيعة الخلابة والمعالم السياحية؟ ثانيا السياحة الدينية، والنوع ده من السياحة بيجيله كتير جدا من السياح عشان يزوروا المساجد القديمة بالقاهرة ودير سانت كاترين. أما بقى السياحة العلاجية فبيزوروا مصر عشانها سياح كتير، خصوصا من الدول العربية عشان فيها عيون كبريتية، وكمان العلاج بالتعرض لأشعة الشمس والدفن في الرمال للتخلص من آلام الروماتيزم. وفي الفترة الأخيرة عقدت مؤتمرات سياسية كبيرة في مصر، زي مؤتمرات القمة العربية ومؤتمرات القمة الإسلامية، والنوع ده من السياحة بيسمى سياحة المؤتمرات. أما بقى السياحة البيئية فدي من أنواع السياحة الحديثة اللي بتهتم بمراقبة الطيور والحيوانات البرية في المحميات الطبيعية، زي محمية البردويل والزرانيق ورحلات السفاري. دولة السياحة فيها بالشكل ده لازم تبذل مجهود كبير عشان تهتم بيها وتنميها. طبعا الدولة اهتمت قوي في الفترة الأخيرة بتنمية السياحة، يعني مثلا أنشأوا وزارة الثقافة والآثار، دورها أنها تحافظ على مشروعات السياحة الكبرى والحضارة والآثار، وتوسعوا في بنى الفنادق وحسنوا الطرق والمواصلات النقل بالنسبة للسياح بر وجو وبحر، وطوروا القرى السياحية والمنتجعات، بالإضافة لأن الدولة بتشارك في المعارض عشان تروج للسياحة في مصر، وكمان بتوعي المواطنين ازاي يتعاملوا مع السياح كويس، وبنوا كليات ومعاهد عشان يدربوا كفاءات توفر للسياح احسن خدمة. بالشكل ده يبقى انا اكيد هختار مصر، ان شاء الله هتبقى رحلة جميلة. وبعد ما انتهت رحلتنا مع عمر هنلخص درسنا في شكل خريطة ذهنية. درسنا بعنوان السياحة في مصر بيحتوي على 4 عناصر رئيسة: أول عنصر مقومات الجذب السياحي، ثاني عنصر المناطق السياحية، ثالث عنصر أنواع السياحة، رابع عنصر جهود الدولة. أول عنصر بيحتوي على مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية بتنقسم إلى الموقع الجغرافي والمناخ ونهر النيل والبيئة الطبيعية. المقومات البشرية النقل بر وبحر وجو، التراث الحضاري فرعوني وإسلامي وروماني، والتسهيلات فنادق ومطاعم وقرى، والتنوع الاجتماعي حضر وريف وبدو. ننتقل إلى ثاني عنصر المناطق السياحية. أول منطقة ساحل مصر الشمالي. أهم المدن التي تميز ساحل مصر الشمالي العلمين ومرسى مطروح. ثانيا سيناء، وما أكثر ما يميزها سواحل شرم الشيخ ودير سانت كاترين. ثالثا القاهرة الكبرى، أهم ما يميزها الأهرامات والقلعة والأزهر الشريف. رابعا الوجه القبلي، يميزه معابد الأقصر. خامسا ساحل البحر الأحمر، يتميز بشواطئه الرملية والسياحة البيئية. أخيرا واحات الصحراء الغربية، يوجد بها معبد هيبس ومقابر شندي. ثالثا أنواع السياحة، تنقسم أنواع السياحة إلى 6 أنواع: ترفيهية ودينية، علاجية، سياحة مؤتمرات، السياحة البيئية، سياحة ثقافية وتاريخية. آخر عنصر جهود الدولة، قامت الدولة بإنشاء وزارة وإنشاء فنادق، وحسنت الطرق وطورت قرى، وقامت بالمشاركة في معارض تسويق، وقامت بتوعية مواطنيها، وقامت بإنشاء كليات ومعاهد للسياحة.